أهلا بكم مشاهدينا في برنامج من هناك، ونتابع فيه تقارير مراسلين في شتى المجالات. يعاني الآلاف من سكان الأحياء الفقيرة في مدينة طرابلس شمالي لبنان من مشكلة تؤرقهم ولا يجدون لها حلا ناجعا، فيضطرون للتعايش معها رغم الأخطار. إنها مشكلة المباني المتهالكة الآيلة للسقوط، مشكلة لا شك ستزيد من مشاعر القلق لديهم، خاصة بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا قبل أيام، وفي ظل الهزات الارتدادية التي وصل بعضها إلى لبنان. مراسلتنا دارينا الحلوي تفقدت بعض تلك الأحياء لتقربنا من مآسي ومخاوف سكانها وما يكابدونه. تدك سواعد أبناء أحد أحياء منطقة ظهر المغر في طرابلس جدران شقق آوت يوما عائلات آمنة. تسقط الشرفات والجدران كما لو أنها مجسمات كرتونية استخدمت لعمل فني يوما ما. لكن مهلا، في هذه الغرف ألعاب وصور لأطفال ليسوا هنا في الصورة. لقد غادروا منازلهم مع عائلاتهم بعد أن سقط المبنى المجاور، وقضت الطفلة جمانة تحت أنقاضه. أسابيع مرت على الحادثة ولا تجف دموع لينا حزنا على ابنتها، فهي حتى اليوم لم تتمكن من تصديق وفاتها ولا حتى زيارة ضريحها بسبب إصاباتها الحرجة. من سمعت صوت الأجهزة طلعت من الشباك، طلعت على الحارة لقيت حجارة عادية وفي مية عم تنقل من البناية. عم قلت يلا أمر عادي، وعطول في حجر بالشوارع يعني. رجعت على رجعت عن الشباك وقفت بين الصالون والباب، ما حسيت إلا أجري مالت، ما عاد حسيت على شي، وما بعرف وين صارت بنتي. بعدين حسيت على صوت حدا عم يعيط لي انتي هون، قلن انا هون انا هون، وصرخ اضرب اجري انا هون انا هون. اخر يمكن شافوا اجري على كتر ما ضربت فيه وشالوني، سالوني وين بنتك، قلت لهم هون، بس بنتي وين هون ما بعرف. ماتت جمانة ونجا سكان المبنى الاخرون، لكن ارواحهم كما اجسادهم تحوم فوق ركام يحتضن ذكريات عمر مضى. على أطلال منزلها تبحث أم ربيع عن وسادة خففت من وحشة لياليها ووحدتها فيما مضى من عمر. ذكرياتنا كتير كانت حلوة، هذا اللي كنت لم العيلة فيه والشمل كله فيه، 17 حفيد كان يجتمع فيه. شو بدي لك، ذكريات كتير حلوة. أطلقوا على الطفلة لقب شهيدة الإهمال في الحي، فالمبنى الذي ماتت تحته الطفلة لم يكن صالحا للسكن بعلم المسؤولين والمؤسسات الرسمية، وهو حال مماثل لعشرات المباني المجاورة التي ما عادت غرفها آمنة للأطفال بعد أن تداعت إحدى واجهاتها. يقولون هنا إن المباني تبدو كقطع من الدومينو. أخلى السكان عشرات المباني الخطرة وخلفوا وراءهم أسقفاً وأثاثاً وألعاب وأماناً بات مفقودة. سقط مبنى النشار على رؤوس قاطنيه، ف
فوجه طعنة لسكان ظهر المغر الواقعة على الضفة الشرقية لنهر أبو علي الشهير في مدينة طرابلس شمال لبنان. شيدت هذه المباني منذ عدة أجيال، وبعضها يعود لعصر المماليك في القرن التاسع عشر، في حين ارتفعت فوق سطوح المئات منها طوابق عشوائية لم تخضع لأي قواعد هندسية. هنا لا عجب أن ترى شرفات متآكلة تحمل أرواحاً تتوق لنسمة هواء في أزقة يخنقها اكتظاظ وفقر موصوفان، أو شرفات شيدت على عجل لتكون مساحة إضافية تتسع لفراش من ضاقت به الغرف الضيقة. وللأسف أنه نحن اليوم الطفل اللي مات جمانة الله يرحمه، نحن اليوم كل طفل عنا بالمناطق كلها هو مشروع جمانة. حتى بهيدي اللحظات نحن مشروعنا مشروع موت حقيقة، يعني كلنا قاعدين ببيوتنا، بس البيوت اللي قاعدين فيها بيوت نحن عم نموت فيها كل يوم من الخوف ومن الرعب ومن قلة الأمان ومن عدم الإدراك، وهيدي هي عندنا المشكلة الكبيرة. يقدر المجلس المحلي في طرابلس أن هناك 256 مبنى متصدعا مهددا بالسقوط في المدينة، لكن العين المجردة ترى أعدادا تفوق ما حمله المسح الذي أجراه المجلس ولم يشمل كامل المدينة. فعلى ضفتي النهر شيدت عشرات المباني على أرض رخوة لا تصلح لإنشاء أساسات لأبنية سكنية، عدا عن الأبنية التي مرت عليها أزمان الحرب والسلم وجولات الاقتتال. في مباني من أيام الحرب، يعني من أيام خطوط التماس بمنطقة القبة وجبل محسن وباب التبانة والزهرية، تعرضت بوقتها لقصف، وخصوصا ب 83 بما يسمى حرب أبو عمار وبحرب طرابلس بال 85. فهدول يعني تصدعوا بشكل كامل. اجت فورة العمار غير الشرعي يلي دائما كانت عم يعني في بعض الأبنية عم تشهد فوق منا بناء طابق أو طابقين أو ثلاثة، فكمان الأساسات ما عادت تحمل فبلشت تتهدد كمان بالسقوط. أما المباني المصنفة أثرية فتقدر بالعشرات في طرابلس، معظمها تقطنها عائلات فقيرة تعجز عن ترميم هذه المباني لأسباب مالية، وأخرى تراعي قوانين تمنع أي صيانة أو تغيير في هذه المباني. أكثر من 4000 وحدة سكنية مهددة بالانهيار في طرابلس، معظمها لا يملك قاطنوها تكاليف الترميم. أما المجالس المحلية هنا فلا تملك أي سبيل للمساعدة باستثناء إصدار إنذارات بالإخلاء. أما بعد الإنذارات فيترك لهذه العائلات الفقيرة أن تقرر ما إذا كانت ترغب بالإقامة عند أقارب، أو أن تتشرد، أو حتى أن تبقى تحت سقف منازلها مهما حمل هذا القرار من مخاطر. خيارات النجاة تكاد تكون معدومة أمام هؤلاء، يمضون أيامهم أسرى منازلهم المعلقة في الهواء، وأول سبل النجاة الهروب عبر البحر كما يقول رئيس المجلس المحلي للمدينة. الخيار أنه يروحوا بالبحر ويموتوا بالبحر، عم يروحوا مع الأسف. منطلب أنه تنحط طرابلس على الخارطة اللي المدن المنكوبة على صعيد البحر الأبيض المتوسط. سقوط المباني كابوس تتشارك فيه آلاف العائلات هنا. إذ يرضى كثيرون أن يسكنوا بيوتا تبدو أقرب لأقبية تشقها التصدعات وتقسمها، فلا قدرة لهم على الإقامة في مساكن أفضل. يعرفون أن الموت يجاورهم، لكنهم قد يكتفون حاليا بالنحيب هم وهذه الحمامة على ما آل إليه وضع مدينتهم التي تصنف ثانية المدن المملوكية بعد القاهرة، مدينة طمسها البؤس والإهمال عوض أن تكون متحفا تاريخيا حيا. دارين الحلوي، سكاي نيوز عربية، طرابلس شمال لبنان.
تشهد الكويت هذا العام موسما ماطرا حول مناطق واسعة في الصحراء إلى بساط أخضر دفع محبي التخييم للخروج ابتعادا عن صخب المدينة، لكن خبراء البيئة يحذرون من عواقب التخييم الذي لا يراعي سلامة البيئة. مراسلنا سعد العنيزي يطلعنا على هذا الوضع والإجراءات الرامية للحد من الآثار السلبية للتخييم غير المنضبط. إنه المطر الذي طالما مثل الحياة والفرحة لأهل الصحراء منذ القدم، واليوم لا تقل فرحة أهل الكويت بهبط الأمطار عن أجدادهم. مطر يأتي بعد سنوات من جفاف جلب معه ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة وعواصف غبارية خانقة، فلا أحلى من الصحراء وهي تكتسي بحلة خضراء ولو بشكل مؤقت. وهو جمال جذب الكثير من المخيمين، لكن من الحب ما قتل. بسبب وجود آليات كثيرة مثل البقيز، مثل كذلك السيارات وكثير من الدراجات اللي قاعد تستخدم هني، والضغط الدائم على التربة بدأت تمنع نمو أي نباتات في مثل هذه المناطق اللي احنا كذلك نشوفها الآن. كثرة المخيمات بدون تنسيق هذا كذلك شيء آخر، زيادة برمي النفايات سببت كذلك زيادة بوجود دمار كثير للبيئة البرية، كذلك لبقاء كميات كبيرة من البلاستيك ومن المعادن ومن كذلك المنتجات الإنشائية مثل الإسمنت، مثل الكونكريت، مثل البورسلان، هذه التي لا تتحلل لمئات السنين. دمار يتسبب بتصحر يخلف أضرارا كبيرة على البيئة والحياة بشكل عام. نحن كذلك نعاني من زيادة اللي هو الظواهر الغبارية، ومنها الغبار العالق. الغبار العالق يستمر لنا أكثر من 300 يوم في السنوات العشرة الأخيرة على ما كانت عليه بمعدل 100 وتقريبا 80 إلى 185 يوم في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي والتسعينيات من القرن الماضي. ولا تقتصر أضرار التصحر الذي يساهم فيه التخييم الجائر على البيئة، بل تمتد لصحة الإنسان. الصحة قاعد تتأثر سلبا بسبب الغبار المثار في المناطق، غير الضباب وظاهرة الضبخان خاصة بالفترة الأخيرة. يعني الضباب يمتزج مع الملوثات والدخان والغبار قاعد يسبب مشكلة صحية للرئتين، منها ظاهرة التنك ومنها كذلك مشكلة الأمراض التنفسية في الجهاز التنفسي والربو. وفي ظل هذه الظروف يطالب المهتمون بحماية البيئة بسن تشريعات تطبق بشكل حازم، كما يطالب مختصون بالإكثار من تشجير الصحراء وتغيير مناطق التخييم كتتمكن البيئة من إعادة تأهيل نفسها، وتجري بلدية الكويت ما يلزم على نحو مكثف لحماية البيئة البرية من التخييم الجائر. وبينما تضر ممارسات بشرية خاطئة كبيرة بالبيئة، تساهم أفعال بعض الناس في الحد من هذه الأضرار عبر اتباع سياحة بيئية منظمة خلال التخييم. ومع ظهور النباتات البرية تنبت بسبب التخييم الكثيف قرى من الخيام في الصحراء تؤدي إلى دمار بيئي كبير، وهذا ما يدفع الخبراء للمطالبة بحلول تعتمد على نظام تخييم مختلف جذريا يعتمد تغيير منظومة التخييم بسياحة بيئية تقدم لمرتادي الصحراء المتعة وتحافظ على البيئة في الوقت نفسه. تعتبر منظومة التخييم الآن في الكويت منظومة قديمة لم تتطور من الستينات والخمسينات. اليوم المنظومة أنك تروح في وقت الربيع تأخذ الخيمة مالتك وتحطها في البر تعيش فيها 3 شهور. طبعا هذه المنظومة خاطئة، يجب أن تكون المنظومة حديثة، تكون مبنية على أسس علمية حديثة تعتمد على ما يعرف بالزونينج. اليوم لما يكون في عندنا زونينج فاحنا نعرف ان هذه منطقة مدنية يعيش فيها الجمهور،
وهذه منطقة زونينج منطقة محمية، وهذه منطقة الزون الثالث هي منطقة للسياحة البيئية وغيرها. ويرى خبراء أن اللجوء إلى إنشاء المحميات الطبيعية هو أحد الحلول. إحنا الآن في محمية طبيعية موجودة في الكويت، تحتوي حتى على الفلامينغو، تحتوي على العقاب، تحتوي على الثعالب، كل هذه موجودة لما تكون البيئة غير ملموسة. كما ينظر إلى تغيير النظرة المجتمعية للبيئة مفتاحاً رئيسياً للحفاظ على النظام البيئي. احنا نبحث عن تنمية فكرية بيئية مستدامة. إذن ليش قاعد نذكر كلمة الاستدامة؟ لأن الاستدامة اليوم عنصر أساسي من عناصر البيئة، بل ويكون هو أساس البيئة. اليوم إذا أنت عندك بيئة مستدامة، إذن قاعد تنمي نفسها، تطور نفسها، إذن أنا بطبيعة الحال راح أكون إنسان جوي نظيف، كمية التلوث عندي قلت، كمية التدمير عندي قل، وأصبح هناك في استخدام مسؤول للبيئة. وبينما لا يعبأ الكثيرون بما يحدث للصحراء من ضرر، يؤكد المختصون أن إعطاء البيئة فرصة لإعادة تأهيل نفسها يجلب منافع جمة مقارنة بالتدخل البشري لإصلاح الدمار البيئي. نتحدث عن التخضير، التخضير، التخضير هو تثبيت التربة. اليوم أنا أيه أسرع وأسهل وأرخص، أخلي النباتات الطبيعية تنمو مع المطر وتطلع وتثبت لي التربة، ولا أدمر الدنيا بحجة والله التخييم؟ اليوم أيه أرخص، أشتري معدات بمليارات الدنانير لكي أشفط فيها ثاني أكسيد الكربون وألتقط ثاني أكسيد الكربون، أم أخلي الغطاء النباتي ينمو بحيث أنه هو يكون مخزن طبيعي لثاني أكسيد الكربون والملوثات؟ النباتات تسحب ثاني أكسيد الكربون وطلع لي أكسجين، فهو نظام فلترة طبيعي جداً، ونظام فلترة إلهي، ونظام فلترة ممكن إحنا نحصل عليه ببلاش، مجرد وعي بسيط. ومع هذه الأحوال لا تتوقف تحذيرات الخبراء التي تركز على ضرورة حماية البيئة الطبيعية وما يتبعها من حماية لحياة البشر قبل فوات الأوان. إذا إحنا ما غيرناها، ما غيرنا بأنفسنا وزرعنا الجزيرة مثلها ما هو معروف عن بادة اللي هو منطقة الشرق الأوسط الأخضر، سنواجه جفاف ودرجات حرارة غير مسبوقة في منطقتنا، وكذلك أمطار غزيرة مدمرة في المستقبل القريب وليس البعيد، المستقبل اللي ما قبل 2030 إلى 2050. هذه السنوات ستكون صعبة على منطقتنا إذا لم نستعجل بحلها بأسرع وقت. البراد زانت النفسية، والجو روعة، والمشاعر حية، وتبقى الصحراء تنادي محبيها بأن ينعموا بجمالها وأن يحموها، فيحموا بذلك أنفسهم وصحتهم معها من جور الجائرين. سعد الهنزي، سكانز عربية، الكويت. تواجه حرفة نسج البسط والسجاد بآلة النول اليدوي تحديات الاندثار في قطاع غزة أمام البدائل الصناعية والتجارية للسجاد المستورد، لكن العاملين في هذه الحرفة التراثية يكافحون من أجل إبقائها على قيد الحياة حفاظاً على موروث آبائهم وأجدادهم. مراسلنا في غزة حازم البنا يجول بنا في عالم الغزل بالنول اليدوي. هذا المشغل القديم يشهد على حرفة مضى عليها نحو 500 عام، فهنا تمرس محمود الصواف الذي دخل عقده السابع على صناعة البسط والسجاد بآلة النول اليدوي التي ورثها عن أبيه وجده، ثم نقلها إلى أبنائه بعد أن عقدته الشيخوخة والمرض. يكتفي الصواف بمراقبة سير عمل أولاده في هذا المشغل، ثم يمضي بقية الوقت في معرضه المجاور الذي يضم آلاف القطع المتنوعة من البسط والسجاد اليدوي المعروض للبيع. أعمال تمثل شاهداً على تاريخ عائلته في التمسك بهذه الحرفة التراثية العريقة. ما مضى من العمر 78 عاماً، يعني أنا لا أستطيع العمل حالياً،
يعني أكثر ما هنالك يعني بشرف على الإنتاج، بوجه العمال. وأنا طفل طبعا كنت مع الوالد وكان جدي موجود يعني، فطبعا بنقولش توارثها يعني، هي في دمنا يعني هذه الصناعة. الحمد لله يعني لازلنا عايشين فيها وعايشين يعني في إنتاجها، ومن فضل الله متمسكين فيها حتى الآن. يوميا ينشغل الشقيقان محمد وحسني بالعمل في مشغل والدهم القديم، حرفة تحتاج للكثير من الهدوء والتركيز الذي اعتادا عليه تجنبا لأي خطأ في الحياكة. ينغمسان في عملهما ولا يشغلهما التفكير في البحث عن مهنة أخرى في زمن الحداثة والتطور الصناعي والتكنولوجي. أجل خطأ راح تختلف الشقفة من بدايتها عن نهايتها، فهيضطر يكر بدها تركيز، بدها نظر، بدها هدات بال يعني من الآخر، داش تفكير في أي حاجة تانية. في بساط مثلاً بقعد 4 أيام 5 أيام حسب الشغل في البساط، يعني بدك تكون عندك طولة روح لتشتغله يعني، وبعدين لازم شوية شوية عشان تاخد عليه. أما يعني قبل ما تاخد إيدك على الشغل وتفهم كيف طبيعة الشغل، المقاسات، الحاجات اللي زي هيك يعني. تمر عملية نسج خيوط البسط والسجاد بالنول اليدوي بمراحل مختلفة، ولكل من تلك المراحل أدواته الخاصة التي تعتمد أساساً على حركة اليدين والقدمين طوال عملية النسج، التي قد تستغرق أياماً وأسابيع وصولاً لتكوين السجادة التي خطط الصانع لصنعها. هذا بنتقل من الطربوش على الدولاب على زي ما بنقول احنا فارغ، بصير ماسورة في النهاية، بنسميه ماسورة على أساس الصناعي يحطها في المكوكة ويشتغل فيها بكل أريحية. في الماضي كانت منسوجات الصواف من البسط والسجاد اليدوي تسافر إلى مدن الضفة الغربية حين كان تصديرها مسموحا، ومع توقف تصديرها ودخول البدائل التجارية والصناعية للسجاد المستورد، تراجع إقبال المواطنين على السجاد اليدوي لارتفاع ثمنه، واقتصر بيعه على قلة من المواطنين والسياح الأجانب الذين يقدرون أصالته التراثية وميزاته الصحية وقيمته الفنية والمعنوية. الوضع اختلف جذريا يعني، الناس لا تستطيع أنها تتعامل مع الإبساط لأنه صار في منتج آخر كسجاد أو موكيت أو حصير، طبعا أثر على يعني أثر على الصناعة تبعتنا. إلا أنه الناس الأجانب الموجودين يعني من أي اتجاه بتيجي يعني بتعتمد إبساطا من عندي، بكون أنه ناس يعني تعي هذا الشيء. هذا بيفرق عن السجاد العادي، هذاك بيحمل بكتيريا، هذا خفيف حتى في التنظيف حتى في الأناقة، جميل جدا واحنا بنعتز فيه والله. واحنا جايين على المصنع انا وزملائي في الأجانب يتفرجوا لانهم بحبوا الشغل هذا وإشي ممتاز وبحبوا تراثهم. يستمتع الزبائن هنا بالنظر للمعروض من السجاد اليدوي كما لو انها لوحات فنية من عصر قديم. العاملون في حرفة النول اليدوي في غزة لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، ولكل منهم تاريخه وتجربته الخاصة في الحفاظ على جذور هذه الحرفة التراثية التي تواجه تحديات الاندثار. هنا تدور عجلة الذكريات بأكرم اليازجي مع كل مرة ينسج فيها خيوط البسط والسجاد بالنول اليدوي، فقد واجه اليازجي تحديات كثيرة للحفاظ على حرفة أجداده من الانقراض، خاصة بعد احتراق مشغله قبل سنوات. غير أنه وجد مكاناً في فناء فندق المتحف في غزة الذي احتضن موهبته تمسكاً وأحياءً لهذا الموروث.
شغلة النور طبعا اليدوي في انقراض تام، ما فيش يعني على عدد الأصابع الموجودة في غزة عندنا هنا، فلذلك أصحاب المتحف تبنوني وعملت لهم النول وجابوا له صوف من مصر، صوف غنم طبيعي لأنه مش موجود في غزة بتاتا إلا كله مصنع صوف أكرلة من تركيا ومن الصين، فأصحاب المتحف جابوا لي اللي هو صوف الغنم الأصلي وصوف يعني مش مصنع، وتبنوني وحبوا كل الأفكار اللي عندي، المناظر الرسمات النقشات كليتها بنشتغلها. خصصنا اللي هو زاوية واحتضننا السيد أكرم اليازجي اللي يشتغل على النول اليدوي هذا، طبعا هو النول حاليا يعني شبه نادر انه حدا موجود بيشتغل عليه يعني، والحمد لله الفكرة لاقت اقبال كبير من الناس وبيعرض منتجاته وبيبيع منها للناس المحليين وسواء أجانب يعني. في مكان آخر يزين خليل السواركة ذو الأصول البدوية معرضه الخاص بالعديد من المشغولات اليدوية، إذ توشحت أرضية المكان وجدرانه بالبسط والسجاد المصنوع بالنول اليدوي والعديد من المنسوجات اليدوية الأخرى. أما هدفه فتعزيز الثقافة المجتمعية في غزة بأهمية وقيمة المشغولات التراثية. تراثنا هو رمز قضيتنا الفلسطينية، والتراث يعني له عدة أشكال وعدة أنواع، يعني في منه اللي هي صناعة النول البسط يعني بيستخدم يعني بنعمل منه اللي هو بيوت الشعر يعني في الوقت الحالي، بيجي مثلا بدل المكيت سجاد أرضي، بنعمل منه اللي هو زوايا يعني لتزيين الجدران. وتعد المشغولات اليدوية من أعرق الصناعات التقليدية التي اقترنت بحياة الفلسطيني وتاريخه وتراثه وحضارته على مر القرون. حازم البنا، سكاي نيوز عربية، غزة. كانت هذه حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج من هناك، نلتقي في حلقة جديدة الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.